بادي لوشن طبيعي 100% زي ما انتوا شايفين، ترطيب، تفتيح، تلميع، تنعيم، حاجة كده تحفة جدا جدا. شايفين الحلاوة؟ شايفين كل ده من البادي لوشن الطبيعي ده؟ يلا بينا عشان نعرف المكونات. أول حاجة في مكونات البادي لوشن، تقدروا تعملوا أي كمية تناسبكم. أنا هقول لكم المقادير الأساسية، فأنتوا تقدروا تضربوا في 2 في 3 في 4 في 10 في اللي أنتوا عايزينه. طيب أول حاجة هنحط جل صبار، ويفضل، لا مش يفضل، هو عايزين ده، مش لازم الأخضر يعني، في اللي هو الشفاف عادي جدا، لكن أقصد يكون طبي من الصيدلية، مش هنستخدم الطبيعي. هناخد منه قد ايه؟ هناخد منه 3 معالق كبار. ثلاث معالق كبار اهو زي ما انتوا شايفين، هو مش عارف ماله بس ايه، عشان الجو بدأ يبرد. تاني معلقة، اول معلقتين اهم، تالت معلقة اهي فضيتها اهو. طيب هنعمل ايه بقى تاني؟ هنستخدم نوع زيت مناسب لبشرتكم. الناس اللي بشرتها عادية او مركبة مختلطة هتستخدموا زيت ورد، اوكي، او زيت لوز حلو. طيب الناس اللي بشرتها دهنية هتستخدموا زيت جوجوبا، اوكي. الناس اللي بشرتها حساسة ممكن تستخدموا زيت لوز حلو، زيت كاموميل، او زيت زيتون، يعني كل الحاجات دي مناسبة ليكو. الناس اللي بشرتها جافة تقدروا تستخدموا زيت جوز هند او زيت لوز حلو. طيب انا هحط زيت لوز حلو، اوكي، تقدروا تستخدموا كمان زيت جونسون بتاع البيبي اويل، متاح برضو. هحط قد ايه زيت؟ هنحط معلقتين زيت. انا هاخد معلقة من زيت اللوز الحلو اهو، وهاخد معلقة من زيت جونسون بتاع البيبي اويل. فالزيوت دي زي ما انا قلت لكم، دي اب تو يو بقى، اللي يريحكم انتوا. طيب يبقى كده معلقتين الزيت المناسب ليكم، وهناخد معلقتين شاي زي ما انتوا شايفين، معلقتين شاي من الجليسرين اهو. الجليسرين الطبي، زيت الجليسرين الطبي ده بيكون لونه شفاف وبيكون موجود في كل الصيدليات. هناخد منه معلقتين صغيرين، انا معايرهم. طيب جميل، هناخد ايه تاني؟ هناخد كبسولة فيتامين اي، اوكي، هفتحها بس. زي ما انتوا شايفين دي فيتامين اي 1000. طبعا عشان ما اطولش عليكم الفيديو، كل المكونات اللي محطوطة هنا كلها ترطيب، تفتيح، تبييض، زائد ترطيب عميق جدا 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 للبشرة، زائد بقى إزالة تشققات، إزالة جفاف بشرة، كل الكلام ده هو بادي لوشن مرطب عام. وطبعا قلت لكم لكل بشرة مفيد قد ايه. طبعا فيتامين اي معروف جدا جدا، واللوشن ده ينفع يستخدم للبشرة وللجسم، بس مش هنستخدمه في البشرة في حالة واحدة، هقولها لكم بعد شوية. طيب دلوقتي احنا حطينا كل المكونات بتاعتنا، هنعمل ايه بقى؟ هنقلب، هنفضل نقلب. هنفضل نقلب من 2 دقيقة ل3 دقايق لحد ما نحس ان الخليط بقى كريمي، او مبيض، بقى لونه مبيض شوية. طبعا هو كان هيبقى لونه ابيض لو كان جل الصبار اللي عندي، لو كان لونه شفاف كنتوا هتلاقوه لونه ابيض تماما.
طبعا دي نتيجة أولية زي ما انتوا شايفين. طبعا هكمل تقليب لحد ما يديني بياض شوية أو خلاص يبقى يتحول لقوام كريمي، وبعد كده هرجع أوريلكم بيكون شكله عامل إزاي. بصوا كده شكله بقى عامل إزاي، شايفين القوام بتاعه هو ده اللي أنا عايزه. بنقلبه لمدة 2 لـ3 دقايق. دلوقتي أما توصلوا للقوام ده أهو، لما هتوصلوا للقوام ده هنعمل إيه بقى؟ هنحط أي زيت عطري تحبوا تشموه في جسمكم، يعني ممكن تحطوا مثلا اللي هو الأسانس، أسانس زيتي، ممكن تحطوا زيت الفراولة، زيت التوت، زيت العود، زيت الياسمين، أي زيت، زيت الورد، أي زيت أنتوا حابينه. أنا هحط زيت العود زي ما أنتوا شايفين كده. أوكي طيب، زيت العود حوالي بالظبط هنعايرهم حوالي ربع معلقة شاي، ربع معلقة صغيرة اهو، وهنقلب كويس. بصوا طبعا في حاجة بقى مهمة جدا جدا، دلوقتي لو انتوا هتحطوا المرطب ده على او البادي لوشن ده او اللوشن ده على بشرتكو على الوش يعني، بلاش زيت عطري، استغنوا عنه. تقدروا لو عايزين زيت عطري بقى تحطوا زيت لافندر يكون اساسي طبيعي، زيت ورد، الكلام ده لو هيتحط على بشرتكو، او خدوا معلقة لبشرتكو ما تضيفوش عليها عطر، والكمية الباقية حطوها بقى بالزيت العطري عشان تبقى لتعطير بقى الجسم مش بس يبقى بادي لوشن. طيب اهو زي ما انتوا شايفين، شايفين ده بيكون شكله النهائي، احلى بادي لوشن طبيعي، حاجة كده تحفة. بصوا جميل جدا. طيب دلوقتي بقى هتعملوا ايه؟ طبعا بقى بنحفظه في اي عبوة فاضية عندنا زي ما انتوا شايفين. بصوا شايفين الحلاوة، حاجة كده جميلة قوي. طبعا ده زي ما قلت لكم تعطير، ترطيب، تفتيح، يعني تنعيم، حاجة كده طبيعية وجميلة، وتقدروا تعملوا الكميات اللي انتوا عايزينها. وعلى فكرة تقدروا تحطوا البادي لوشن ده في أي علبة طبعا أو إزازة بامب كده، بس طبعا يكون البامب بتاعها واسع يعني زي الشاور جيل والكلام ده، عشان البادي لوشن يطلع معاكوا في البخاخة. طيب دلوقتي بقى ده يستخدم انت، ده تقدروا تستخدموه بادي لوشن، تقدروا تستخدموه مرطب للإيدين، تقدروا تستخدموه مرطب للرجلين، تقدروا تستخدموه يعني بصوا زي ما انتوا حابين، تقدروا تستخدموه لوشكو كمرطب للبشرة قبل النوم، حلو جدا جدا. وعلى فكرة تقدروا كمان تستخدموه الصبح تحطوه كمرطب للبشرة، وبعد ما بتحطوه بتحطوا السان بلوك، لازم ما ينفعش نحطه وننزل على طول، لا بعد ما بنحطه بنستنى لحد ما ينشف، بعد كده نقدر نحط السان بلوك بتاعنا. وطبعا لازم اجرب معاكم كالعادة، ده بيستخدم بعد الشاور او كل يوم او اي وقت انتوا عايزينه، دي حاجة طبعا ترجع لكم انتوا. بصوا شايفين ترطيب عالي جدا 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 زي ما انتوا شايفين اهو، بصوا الايدين عاملة ازاي، تراوى مفيش بعد كده، شكله تحفة وجميل جدا، ويحفظ بره التلاجة، ما يحفظ في التلاجة خالص اهو، يعني حاجة كده. بصوا بصوا الشياكة، شايفين الحلاوة، حاجة كده جميلة قوي. طبعا ده بتغطوه بقى وبعد كده بتحطوا منه زي ما قلت لكم اي وقت انتوا عايزينه. ده كده طريقة البادي لوشن، يا رب يكون عجبكم، لو عجبكم واستفدتوا بقى ما تنسوش تعملوا لايك كتير، شير اكتر، سبسكرايب، فعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد القناة، اشوفكم في حلقة جديدة، سيو باي باي.